حضراتكم حلقتنا استاذ رضوان استاذ ايمن برضو عشان جمهورنا يبقى عارف منتخبنا ان شاء الله في حاله وصوله بامر الله للدور اللي بعد كده. احنا لسه ما ابتديناش بس برضو نبقى كده عندنا الرؤيه منفتحه اكتر سواء اول او تاني وان شاء الله ما يبقاش ده خالص التالت ده يبقى موجود خالص كاحسن توارد. هيقابل مين ويكون في طريقه مين؟ انا عارف انها لسه بدري بس برضو لا هي مش لسه بدري ولا حاجه انت برضو لازم تكون مهيئ نفسك للقادم. انت رايح تلعب على اللقب رقم واحد. انت لازم عشان تلعب على اللقب لازم تكون انت الاول في كل حاجه, الاول بتاع مجموعتك, لان الاول بيلاعب اول المجموعه الثانيه اللي هو ان شاء الله يكون مصر, هيلاعب ثالث الاولى والثالثه او الرابعه. ثالث الاولى اللي فيها كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا بيساو وغينيا, يعني انت هيبقى غينيا بيساو او غينيا الثالث هيكون من دول لان غينيا بيساو غينيا بس يعني في غينيا في ثلاثة غينيا بالظبط. فانت هنا لما تقابل الثالث احسن ما تقابل الاول او الثاني. تمام. يعني انت يبقى اذا انت هنا هتقابل لو انت الاول هتقابل ثالث الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه. تمام. طب لو طلعت الثاني هتقابل ثاني المجموعه السادسه اللي هي فيها ايه المغرب لكن المغرب عمرها ما هتكون الثاني يعني اكيد المغرب معاهم زامبيا هتكون الاول ان شاء الله يعني والديمقراطيه. نعم؟ زامبيا وغنى يعني انت بقى يعني انت يعني انت كتاني لو طلعت الثاني انت المفروض ما تطلعش الثاني. انا بقول لك احسن حاجه احسن خيار للمنتخب اول ان هو يطلع الاول دي. لا ليه هيقعد في نفس ملعبه اللي بيلعب فيه ويقابل التوالت يبقى اذا هنا ده هو الخيار الامثل يعني. أسوأ اختيار ان هو يعني الاقل بقى او الـ يعني الـ المقبول نطلع تاني ومفروض ما يطلعش تاني. هيقابل تاني السادسه اللي هو هيكون احد الفرق من غير المغرب يعني مش هقول بقى لو طلع احسن توالد ده لا احسن توالد ديت ما تبقاش صعب هيبقى شكلها وحش يعني يبقى شكلها وحش. لكن لو هو طلع بقى لو لا قدر الله لو طلع احسن توالد يلعب بقى الاول يلعب اول الثالثه او الرابعة برضو عشان برضو نبقى لو السنغال التالتة السنغال دي طبعا وحش مش حلو يعني. او الجزائر بوركينا فاسو او الجزائر فطبعا دي مش هتبقى حلو يعني انت ما تفكرش الا في الاول ان شاء الله وباذن الله يكون الاول يعني ده حاجة وفي نفس الوقت يعني انت بتقعد في ملعبك مصر يعني اول المجموعة بيقعد في ملعبك يعني لو اتحركش كتير وما يسافرش خصوصا ان بيبقى في وقت خلاص انت اتعودت على الملعب اللي لعبت عليه اتعودت على الملعب والفندق والبتاع والاجواء بتاعة المدينة اللي انت قاعد فيها النقلة دي نفسها يعني انت هتكون في ابيجان اللي هي العاصمة طبعا يعني هتكون في ابيجان اللي انت احنا مصر هتلعب في ملعب اللي هو هوفويت بوانيا لو ده ملعب اللي هو ده كان الملعب الرئيسي بتاعهم يعني فده انت قاعد في العاصمة منتخبنا